ما معنى غسيل الأموال؟ غسيل الأموال هو مجرد تعبير مجازي لأحد الأفعال الغير قانونية حول العالم، ولا يمكن تطبيق الترجمة الحرفية لهذا الاسم على هذا التعبير، حيث أن هذه الكلمة لا تعني على الإطلاق الغسل أو التنظيف، لكنها تعبر عن جريمة غسيل الأموال ببساطة، يعني إخفاء الأموال والأرباح التي تنتج كأرباح عن أي فعل غير قانوني مثل السرقة أو الرشوة أو التجارة في الممنوعات. فمثلا إذا قام أي شخص بسرقة أموال أو العمل في أي مجال غير قانوني كالتهريب أو بيع المخدرات مثلا، ثم قام بتحويل هذه الأموال بين حسابات أشخاص آخرين أو قام بعمل مشروع ما لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، يعتبر هذا مثال على غسيل الأموال، ويعتبر هذا الفعل بكل من اشترك فيه عمل غير قانوني في معظم دول العالم. غسل الأموال هو فعل إخفاء الأرباح من الأنشطة غير القانونية والفساد إلى أصول مشروعة ظاهريا. فعند تكوين ثروة ومبالغ مالية كبيرة من أنشطة غير قانونية، يقوم المجرمون بتحويل هذه الأموال وعمل أنشطة أخرى وهمية لإخفاء أموالهم عن أعين الشرطة. وبناء على ذلك يوضع قدر كبير من الوقت والجهد في وضع استراتيجيات تتيح الاستخدام الآمن لتلك العائدات دون إثارة شبهة غير مرغوب فيها، ويسمى تطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل عام غسيل الأموال. يعتبر غسيل الأموال جريمة في غالبية دول العالم، كما تنص معاهدات الأمم المتحدة على ذلك بهدف منع تحويل الأموال الناتجة عن نشاطات غير قانونية إلى بلدان أخرى بغرض إخفاء مصدر الأرباح. لمقاومة جرائم غسل الأموال، تقوم البنوك والمؤسسات المالية حول العالم بتطبيق قواعد للكشف عن أي عملية لغسيل الأموال تتم من خلالها، وذلك بمراقبة التحويلات المالية عفوا بين الحسابات والتدقيق في مصدر الأموال. هذا يعني معرفة هوية العميل وفهم أنواع المعاملات التي من المحتمل أن يشترك فيها العميل. من خلال معرفة العملاء وطريقة عمل أصحاب الحسابات البنكية، يمكن للمؤسسات المالية في كثير من الأحيان تحديد السلوك غير العادي أو المشبوه، والذي قد يكون مؤشرا على غسل الأموال. يتم تدريب موظفي البنك مثل الصرافين وممثلي خدمة العملاء على مكافحة غسل الأموال، ويتم إرشادهم للإبلاغ عن الأنشطة التي يرون أنها مشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم برامج مكافحة غسيل الأموال بتصفية بيانات العملاء وتصنيفها وفقا لمستوى الاشتباه وتفتيشها للأمور غير الطبيعية، وتشمل مثل هذه الحالات المشبوهة أي زيادة مفاجئة وكبيرة في الأموال، أو السحب بمبالغ كبيرة، أو نقل الأموال إلى حسابات سرية. المعاملات الصغيرة التي تفي بمعايير معينة يمكن أيضا أن تكون علامة على أنها مشبوهة.